طبعا اللعب في النادي الاهلي مختلف عن اي نادي اخر يا كابتن محمود. اكيد. يمكن عرضنا جزء بسيط من مشوار حضرتك مع الكرة في النادي الاهلي، بس طبعا اكيد في يعني ذكريات اكتر بكتير ومشوار اكبر بكتير يعني. اكيد طبعا. يعني انا لعبت 11 موسم تقريبا، ما شاء الله. يعني من موسم 81 82 ل 91 لحد 92. بالظبط ل 92. طبعا كنت محظوظ من الجيل العمالقه اللي انا ابتديت اول يعني بدايه حياتي ان انا لعبت معاهم. بدايتي طبعا من الله يرحمه الكابتن ثابت والكابتن اكرامي، اللعيبه الكبار كابتن مصطفى يونس والكابتن ماهر امام والكابتن مختار والكابتن محمود الخطيب والكابتن مصطفى، يعني انا مش عايز انسى حد، حتى اللاعبين الصغار شويه برضو في مجموعه لعبت قبلنا فترات طويله. وزي ما قلت في بدايه حديثي كان الواحد بس بيتمنى، انا كنت دايما احنا في بولاء بعدي كوبري ابو العيله ببقى في النادي، بنروح مشي ونيجي مشي على فكره. فكنت دايما بحضر التدريبات يعني، ويعني بالنسبه لنا لعيب الكوره ده يعني ونجوم النادي الاهلي. بس ما تروحش تتدرب. لا ما كنتش متخيل. لا ما كنتش متخيل. ما كنتش تتصور يعني بعد ما مضيت مع المقاولين ما كنتش يعني ما بالظبط ما كنتش بتروح. حصل لي انا يعني يمكن الحاجات اللي اتذكرها ان انا حصل لي طفره يمكن يحسها كابتن هاني في المستوى. كابتن اول ما ابتديت اتدرب مع الدرجه الاولى حصلت لي طفره في المستوى غير طبيعيه. انت بتحس ارتفع. انا مش مسامح يعني ايه اللي انا بعمله ده، يعني المستوى بتاعي ارتفع بشكل الفني والاداء الفني بحس انه عالي بشكل كبير جدا بشكل سريع كمان. يعني الاستجابه للتدريب كانت معايا ربنا موفقني بيها بشكل كويس. يمكن دي كان ليها سبب كبير ان ربنا وفقني في البدايات واكمل يعني.